Ladies and gentlemen, our next honoree made us fall in love even more with Kulthum as she perfectly portrayed her beautiful character in her TV series. أدعو السيد زياد سلامة والسيدة جوري بكر بالتفضل إلى المسرح لتسليم الجائزة. مساء الخير عليكم. مساء الخير. من أيام الزمن الجميل، بهية المنظر، جميلة الابتسامة، مثلت في السينما والتلفزيون وعشقنا أدوارها لتصبح ضيفة خفيفة. مشوارها فني طويل في السينما والتلفزيون لا يمكن اختصاره بالكلمات. جائزة ضيافة تذهب للنجمة الكبيرة المبدعة صابرين. جميلة الشكل والروح، عذبة كعذوبة نهر النيل، ناداها الفن منذ الصغر. مثلت أول أدوارها في عمر الأربع سنوات، وتوالت الأدوار والبطولات سينمائية كانت وتلفزيونية. أدت دور كوكب الشرق كلثوم، فأبدعت وأعادتنا إلى زمن الست بكل جمالياته. فنانة من زمن الفن الجميل، عشقنا فنها وروحها ورقي أعمالها. ضيافة تكرم، عملاقة الفن ونجمة النجوم، صابرين. الخير. حقيقي حاجة جميلة جداً جداً. طبعاً لما قالوا لي دكتور ميشيل الظاهر قال لي هتكرمي، والاحتفالية السنة دي ثالث سنة مهرجان ضيافة بيعمل. أول سنة كان للشيخ زايد الله يرحمه، زايد الخير أبونا جميعاً، والدورة الثانية كانت لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والدورة الثالثة كانت لكوكب الشرق كلثوم. طبعاً قال لي لما هتيجي هتتكرمي وهتقولي كلمة. ما لقيتش كلمة أكتر مني أجيب الست معايا ناحية قلب الشمال في الفستان اللي أنا لابساه علشان تبقى حاضرة معايا، وشعب دبي ومهرجان الضيافة بيكرموا الست. الست كلثوم، شكرا ليكي يا هرمنا الرابع، شكرا ليكي يا اختلاف السير الذاتيه في الست كلثوم. دايما يسالوني السؤال ده، ليه السيره الذاتيه بتاعت الست كلثوم بالذات مختلفه عن اي سير ذاتيه اتعملت تاني؟ لان الست كلثوم هي مختلفه عن اي فنان اخر. ست كلثوم حملت أمال شعب مصر، أمال الوطن العربي، جسدته في قصيدة، علمت المواطن البسيط والمواطنة البسيطة القصيدة والشعر واللغة العربية، شالت حروب مصر وشالت حروب الأمة العربية وعملت لشعب مصر الكثير. شكراً سيدة الغلاء العربي كلثوم، شكراً دبي، شكراً مهرجان الضيافة، شكراً. ألف مبروك للنجمة صابرين، هذا تكريم الذي استحقته عن جدارة، وطبعاً تكريم لأم كلثوم وتكريم لكل عشاق الفن، فتحية للفن وتحية لأم كلثوم.